أنا ما عم شوف أي مشكلة بالدماغ، ما في أي سبب لحتى يخليها ما تقدر تحكي. هاي مش أختك، هاي إنبلة. أنيس، هي مش بس أختي، هي كل شي بالنسبة لإلي، كل شي. لهيك إذا بدك تعملي فيها شي، الأفضل إنك تتخلصي مني بالأول. وهالمرة مين اللي ركب على حمار ما إله صاحب؟ أمك يا أختي، أمك. ما سنة؟ كرمال شو؟ كرمال جهازك. السيد علي مراد، أنت بتعرف إنه الست بزرق ما بتبيع فواكة مزرعتها شيلة وحدة. السيد أبو خالد؟ أنا بشتري منك قد ما بدك، بس عندي شرط واحد. بهيديك البلاد كل هالنوع لازم يكون حصرياً إلي أنا. إذا حابب إنه الهوى ما يوصل هالأخبار هيدي لمكان، حاول إن نشوف الست هيدي. شو أنت من وين بتعرف شغلة السيد فلاحت؟ ما كنت بعرف. يعني هيك كذبة بس؟ أهلا وسهلا، تفضلوا. تفضل سيد فردوس. تفضل استريح، أنا خبرت الست بوزورك، هلأ بتنزل. شوف سيد فلاحت، خير ما عملت اليوم إنك زبطت هالموعد هيدا، والشغلات اللي قلت لك عليهم رح يبقوا هون لآخر الدنيا. ست بوزورك إجت. وأخيراً حضرة جنابك هو الشخص المصر إنه يشوف الحمل الحديدية الختيارة. أنت قلت لها الحكي؟ هو شغلته إنه يقول لي كل شي بيشوفه وبيسمعه، كل شي. يعني كل شي؟ شوفي، هون كان في ثلاث شغلات مش زابطة، منشان هيك اضطرينا انه نغلط ونلخبط. الأولى بيعين الشمندر بيعطلوا بالصيف، وبيعين البوزة بيعطلوا بالشتاء، بس اللي بخونوا بيشتغلوا كل يوم وكل أسبوع بكل أشهر السنة وما بيعطلوا أبدا. هيدي كانت الأولى. ثانياً إنه هيدا السيد قال لي إنه أنت عندك 7 أخوة من 72 لل40 سنة وكلهم بيخافوا منك مثل الكلاب. أنا قلت إنه المرة اللي عندها 7 أخوة من 72 لل40 وكلهم بيخافوا منها مثل الكلاب أكيد ما هي بنت اسمها هنا وهيك لطيفة. والثالثة إنه أنا كنت عم دور على واسطة لحتى أقدر أحكي معك يا ست. والخاين هيدا سألناه، قلنا له قديش عمر مرتك، كنت بدي أعرف كيف علاقتها معك وإذا بتقدر تحكي معك وكلامها بيأثر. قام قال لي إنه عمرها 37. 38؟ نعم. إيه، بنتي عمرها 38 سنة. عن جد؟ إيه عن جد. يعني خلفتيها وإنتي عمرك 6 سنين؟ تفضلوا قعدوا. أنا بعرف منشان شو أنت جيت لهون سيد فردوس، منشان هيك ما رح ضيع الوقت وفوت بقلب الموضوع مباشرة. زوجي المرحوم تعب بهيدي المزرعة حوالي 20 سنة، ليل نهار، أيام الدوام وأيام العطل، يطعم هاي الشجرة من هيديك ومن هيديك لهاي.
أنواع قصيرة وأنواع سقي. المهم بعد 20 سنة قدر إنه يخلي هالبردقانات يثمروا. وبعد هالتعب أنا ما بدي تاجر ببردقانات مزرعتي. مسموح إنه باليوم يحوشوا 500 كيلو أو بأقصى حد طن. وهالبردقان بياخدوه كله وبيبيعوه بسوق رامسر. هيدا كل شي. نقطة انتهى. تعرفي أصلاً نحن جينا على المكان الخطأ، وبظن أصلاً يمكن ركبنا بالباص الغلط. بهاي الحق عليك أنت. إيه نعم. هلأ لازم أقول إنه هيدي هي الست بوزورك اللي حكيتوا عنها. أنا لما كنت جاي على الطريق كنت مفكر إني رايح شوف شي عقاب. هلأ شايف حمامي قدامي. شوفي أنا ما بطير مع الحمام. قوم لشوف يا ولد، قوم لنمشي. وقف سيد فردوس، أنت ما إلك حق تهيني ببيتي وبعدين تترك وتمشي هيك. السبب إني ما بقابل الناس هو إنهم ما بيسيطروا على لسانهم ولا بينتبهوا لكلامهم وما بيخلوا كلمة بلا طعم إلا ما بيحكوها. وقف شوي يا ست لو سمحتي، وقف شوي. أنا ماسك رسن لساني بإيدي ومنيح كتير كمان. لساني ما بيتحرك على الفاضي. كلامي مش هيك بيطلع من التم وإنه فلتت مني وما بعرف شو بدي أقول. يا بيطلع من هون يا من هون. يعني أنت برأيك أنا حمامي سيد فردوس؟ أنا ما بعرف إذا أنت عصفورة ولا حمامي، بس اللي بعرفه صدقيني إنه أنت يا ست منك عقاب. هيداك شي تاني. هيداك بتير بالعالي كتير وبيعلي لدرجة إنه إذا بك تطلع عليه بتلوي رقبتك، ومن فوق بشوف كل شي. بشوف كل شي بيتحرك، كل شي، كل شي. شوفي أنت مش الشي اللي أنا هلأ حكيت عليه. معناته أكيد أنت العقاب. إيه طبعاً أنا عقاب. إيه وبيشوف كل شي من العالي من فوق. إيه نعم بيشوف. طيب ممكن تقلي العقاب اللي عم بيشوف كل شي من فوق كيف ما شاف حوالي منيح، وخلال ليلة تحول من أشهر وأنجح إنسان بسوق الخضرة لشخص يجي ويبرم على المزارع ويشتري بردقان مبهدل من مزرعة علي مراد وولاد عمه وبدين كمان؟ معناته سائلي عني منيح ودايرة بالك كمان. هلأ باعتبار عرفت أني دايرة بالي، ممكن تقلي ليش لازم اترك طريقة إدارتي من كذا سنة وبيع رزقي بالطريقة يلي حضرة جنابك عم تحكي عنها؟ شوفي قلتلك أنه أنت دايرة بالك، بس ما بتعرفي شو اللي بدك إياه بالضبط. هلأ أنا وجاي شفت هالبردقان المغنج عم بيعبوه بالصناديق المبهدلة وبيضغطوه كمان وبيكتسون فوق بعضهم البعض، ومن هون ليوصلوا على المحل بيكونوا انعصروا وصار البردقان 3/4 للكب. بفهم من كلام حضرتك انه لازم البردقان ينقلوه بسيارة اسعاف؟ لا ما هيك. هات العلبة يا شاب. أعطيه العلبة للست. تفضلي. هلأ افتحيها. إنه يعني عم تمزح؟ أنا ما بمزح مع حدا. يعني بدك تبيع البردقان بهالطريقة؟ أنا أصلاً يا ست بعتن مقدماً كلن. أنا ببيع هيدا البردقان لبلاد برا، محل ما بيموتوا على وحدة منهن، بس بدي يشوفوا ويعرفوا إنه بردقان واشنطن مش أحلى من هون، وما بعرف وين لازم يصفوه على جنب. هيدا البردقان الحقيقي، بردقان رامسر بإيران. وأكيد بمعزل عن شعورك الوطني، فيها فايدة مادية منيحة إلك.
إيه طبعاً، وليش حتى ما استفيد؟ ما حدا بيعمل شيء هيك لوجه الله تعالى، والمصريات حلال بالكامل مش حرام. في كتار ناس ببيعوا شغلات ومصرياتهم مخلوطة وما بتتاكل لأنها حرام، أما هالبردقانات هيدول مصرياتهم وأرباحهم كلها حلال. ماشي، أنا رح فكر بالموضوع. شوفوا، بشو بدك تفكري بعد؟ نحنا يا ست ما جينا نخطبك لحتى تروحي تفكري وترد علينا خبر، نحنا جينا لهون لنشتري بردقان. لو كانت خطبة كانت أريح إلي بكتير، من الأول كنت قلت لا وخلص. وليش لا تقولي لا؟ ليش شو بني أنا؟ سيد فردوس، إيدي طويلة؟ بتعاطى أو بشرب لا سمح الله؟ سيد فردوس، عم دب دب بدل عم بمشي؟ سيد فردوس. نعم. الموضوع مش موضوع خطبة، عم نحكي عن البردقان. ما هيدا اللي أنا حكيته بالأول يا ست، أنت حضرتك جريت الموضوع على الخطبة. أنا بس جاي وبدي منك كلمة وحدة، بتبعيني هالبردقانات ولا لا؟ إذا قلتي إيه قلنا إيه، وإذا قلتي لا كمان منقول لا. فهمت علي؟ أنت هلأ عم تحطني قدام الأمر الواقع. أنت اعتبريها هيك. لحد هلأ ما حدا تجرأ وقدر إنه يحشرني بالزاوية. لحد هلأ أولى اليوم، لأنه ما حدا أخذ وعطي معك بالحكي، ما حدا ناقشك كل هالقد يا سيد. نشفتيني قلبي من جوا أنت. تعرف شو سيد فردوس؟ أصلاً غلطت لما وافقت إنه اتقابل أنا وياك. إذا بدك هلأ بمشي، وكمان لا من شاف ولا من دري. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بديش بدك تبلش؟ نعم، سألتك قديش بدك تصدر كبداية، قديش بدك تبلش؟ 10 طن بكفي؟ حلو كتير يا ست بزرك. شوفي، الواحد ما بيتوقع تصرفاتك. ما حدا بيقدر يتوقع تصرفات الستات. انت شفت شكله لسهرة للست بوزورك كيف كان؟ كأنه رح تطلع روحه. هالواطي أبو لسان طويل. بس ما تقول إنه هلأ لازم نرجع نروح على طهران؟ لا، منروح على الأوتيل، منتسطح على التخت، منتفرج على التلفزيون، والصبح بكير منروح على طهران. فهمت علي؟ كتب. العمى بقلبه شو واطي هيدا، بيض وجه. مين بهالليل؟ أكيد الست شمسي والسيد حبيب. الصبح انكسرت حنفيه، بيكونوا إجوا ياخدوا مي. قومي قومي زعبيهم، ما إلي خلق. شايفك كتوب. عن جد جنيني حلوة. عم بسمعك حبيبتي. خسرت أمي وبيي بنفس الوقت. راحوا؟ لا، في رجال على الباب بدو إياك. إجا لهون قبل بمرة، اسمه سيد غلامي. غلامي؟ العم بقلبه شو جايبه هيدا هلأ وبهالوقت؟ بس تخلص الدعاية قوليلي. ماشي. ما عاد تعرفت شو صار بالمسلسل. يلا كتوب يا ابني. مرحبا سيد حميد الغالي. انت شو عم تعمل هون؟
ما قلت لك ما بقى تجي لعندي على البيت؟ عندي كلام ضروري. طيب ما في تليفون؟ لا ما بيصير. القصة فيها حسابات أدق من إنه تنحكى على التليفون. تعا فوت لجوا. خدي الصبي وروحي عبيت الست شمسي وضلي هونيك. قوم يا ابني. يا عين بيت الست شمسي. يلا امشي نروح. يا الله مرحبا. اهلين حبيبي كيفك؟ عفوا انه ازعجناك بهالوقت يا ست. ها سيد حميد الله يرزقك ببيت الشاه ما في هيك تلفزيون. عود. هيدا آخر وهلأ بيخلص. شو صار يا غلامي؟ لك يقبرني قلبك الرقيق. أنا أصلاً ما كنت بعرف إنك رقيق كل هالقد. يعني حبيتك أكتر من الأول بكتير صدقني. طيب ماشي احكي اللي عندك بسرعة، هلأ عيلتي بترجع. الحقيقة جيت لهون لحتى أحكي لك قصة قديمة كتير كتير. شو جنيت؟ بهالوقت من الليل؟ لا في إلا علاقة بغير شي، وإذا ما إلا علاقة ضربني عتمي. طيب ماشي يحكي. بيقولوا إنه بيوم من الأيام حيوانات الغابة مثل الأسد والنمر والفهد والديب والباقيين تصيدوا غزال. الأسد بيحط إيده وبيسحب قلبه ومعلقه وبيقول طيب هاي حصتي، بيروح بيقعد بياكل. النمر بياخد اجر منا. الفهد بياخد الاجر التانية. الدياب بيجوا بيلاقوا ما بقين شي غير ضلع، بيجوا بياكلوا ضلعة وما بيبقى من الغزال المعطر ما بيبقى إلا شقفة عظمي واحدة بس. والأسد بيطلع بيلاقي التعلب عم يطلع عليها، بيشيل العظمة وبيرميله إياها وبيقول خد هاي حصتك يلا روح الحسا يلا. نعم هاي هي؟ هاي هي. وشو يعني؟ الحقيقة يا سيد حميد إنه هالكم يوم أنا فكرت ورحت لهون ولهونيك وفتشت وسألت كتير صدقني، ولقيت إنه قصتي أنا هي قصة التعلب. أي قصة؟ القصة اللي أنت بتعرفها منيح. الكل وقفوا على إجريهم من وراء حشمة فردوس صفائي اللي كانت ريلته تشط على جرام بضاعة. تعا شوف شو عم يركب هلأ. وأنت كمان إذا كان هيدا تلفزيونك باقي أمورك واضحة. بنت صفائي عم بقوله هي ست الستات. خبرني مين اللي ما طلع له شي؟ أنا. ليش؟ لأنه رميولي قطعة عظمي وقالوا خود يلا الحسا وانبسط. معناته هيك القصة؟ نعم هاي هي القصة. اسمع غلامي، انت شميت ريحة شوي بس هاي ريحة حمار عم يحترق. حضرتك مش رح تنال شي. والله يا سيد حميد الأخبار عم تقول شي تاني صدقني. هلأ أنت غير الكلام وقلوب مثل ما بدك وحلوف بشو ما بدك. يا عم الكل فوق الريح ما عدي أنا. ممكن تقلي أنت شو دخلك لحتى يكون بدك حصة؟ ما دخلني بشي سيد حميد.
انت بتعرف انه بكل شغلة صارت انا لا كان الي دخل ولا كان الي علاقة ابدا. انا بس بعرف بعض الشغلات، مثلا بعرف انه انت بالسجن حكيت لي بعض الشغلات اللي صارت، او مثلا خيك وين كان وشو عمل. بعرف انه الامل ما كان يوقف براس صفاء من الفقر. طيب انا عم اقول هاي الشغلات اللي انا بعرفها، انت اللي منا وفينا اشتريهم مني، وما تجبرني اني بيعهم لحدا تاني. بس هاي هي القصة. ما تتطلع على الدموع المجمعين بعيني، ها؟ أنا من الناس اللي إذا حدا بدي يأخذ مني خوة. أي خوة هيدي يا روحي؟ مين طلب خوة؟ أنا أصغر بكتير من إني أطلب منك خوة. أنا لب الحديث إنه أنت والحمد لله وضعك كتير منيح، وصفائي راكب هيديك السيارة، وأنت مشتري هيك تلفزيون. طيب ساعدوني أنا لحتى أشتري نص القهوة اللي عم نام فيها بالليل للسيد يعقوبي. ساعدوني شوي، بدو بيع نصة بشتري أنا النص وبعيش منها حلال لآخر عمري. ومكبر الكيس كتير كمان. اسمع غلامي، هذا الحكي كله حكي فاضي، كله خيالات وتصورات، وانت دائما تتخيل. أنا مجرد شوفير، ما دخلني بتنازل حشمة فردوس لابنه أو تنازل ابنه لمرته. القبر اللي عم تبكي عليه يا غلامي ما في ميت، فاضي. روح بحال سبيلك. ماشي ماشي يا سيد حميد، حاضر. أنا جيت لعندك وكلي أمل. أكيد جيت على الفاضي. اي شكرا، بشوفك لكن، مع السلامه. شو يا حميد، منك على بعضك؟ لا ما في شيء. ما في شيء وانت عابس هيك متقاتل مع مرتك بالبيت؟ نحن ما عنا هيدي الحركات بالبيت. لكن شو صاير؟ بارح اجا غلامي عبيتنا. كرمال شو؟ لا حكي فاضي. وشو كان هالحكي الفاضي؟ عم بيقول بده حصة. بده حصة؟ من شو بده حصة؟ الحقيقة انه غلامي بيعرف ابوكي وشاف وضعه، قام صار يفكر، رايح على السوق ومدقدس عن اخباره، ومشان هيك قاعد عم يتوهم. بشو عم يتوهم؟ انه مجموعة، يعني انت وابوكي، وبجوز قصده علي انا، حطوا حشمة فردوس بالنص ولهطوا رزقه وسارته، وهلأ هو بده حصة. واحد مات والتاني مات عليه، ألف شخص عم يدعوا إنهم بيورثوا هالرجال، ما بقى غير جمهور كرة القدم يجي يطالب بحصة. وإنت أخرس كنت قله هيدا الرجال مات وسجل ورثته باسم ابنه، وابنه نقلهم على اسم مرته، وكانت خلصت القصة. ما هيدا أنا اللي قلت له إياه يا ست. طيب وشو قال؟ قلت لي كان عم بيقول حكي فاضي. قال أنا حابب بيع الشغلات اللي بعرفها لمعارفنا. وهو شو بيعرف؟ الحكي اللي بيحكوا الناس العطالة البطالة بالسوق. طيب وإنت قلت له شي؟ لا يا ست، شو أنا مجنون؟ بس مش مبين عليك هيك شي أبداً. لا وحية ابني يا ست. منيح كتير، خليه يعمل اللي بده إياه، ما بيهمني. بس بعد في شغله. شو؟ هو بيعرف إنه خيي كان يشتغل عند كاتب بالعدل، ما بيعرف بأي مكتب، بس بيعرف إنه كان يشتغل عند كاتب بالعدل. بتعرفي أنت السجن الحكي هو التسلية الوحيدة. ما بعرف أنا منين طالعة مني هالكلمة هيدي وهو علق فيها. وشو بده هلأ؟ بده يشتري نص قهوة مشان يترزق منها. لنفترض إنه عطيناه اللي بده إياه، بيروح بحال سبيله ولا لا؟ ما بعرف يا ست، هذا المخلوق ما بيعرف حدا وما إله حدود. منيح كتير، بس توصل لي ما توقف، كمل لعند بي على السوق، هو بيعرف هيدا الوقت كتير منيح. حكي له القصة واسأله
إذا منعطيه الشي اللي بده إياه يا ترى بيروح بحل سبيله ولا لا؟ السلام عليكم. أهلين، روح طلع هاي من الصف 100. أنت سيد كريمي؟ نعم أنا هو، تفضل. أنا خدامك غلامي، أنا من معارف السيد فردوس القديمين، وسمعت أنه بيجي لعند حضرتك، لهيك قلت بيجي وبشوفه عندك. أولا أنا يلي بخدمته، ثانيا هلأ هو مش هون. مش هون؟ طيب تقدر تعطيني شي رقم تليفون أو شي لحتى أنا؟ يا عيني أنا مش مسمح لي أعطيك رقم تليفونه ولا عنوانه، إذا بدك بتحب تخلي رقم تليفونك أنا بوصله إياه، وإذا بده هو بيتصل فيك، عم تفهم علي؟ هيك لكن حط رقم تليفوني، يعني ما في طريق تاني؟ أنا هيدا اللي عندي قلت لك إياه، إذا عندك رأي تاني قوله. لا عفواً، عذبتك معي كتير، بعتذر منك، سامحني بالإذن. أهلين. محسن حمل الباقي واكتب الفاتورة يلا. مرحبا يا سيد شاهين العزيز. أهلاً، كيفك؟ شو أخبارك؟ على راسي. شو إجيت تروق شاهين وتفتح له باب البسط ما هيك؟ اليوم لا، عندي كم شغلة ومش رايقة معي أبداً. ما رايقة؟ وحياتك أنا لهلأ تعرفت شو يعني البضاعة التمام. يا عمي ما تتلبك، أنا مش فاضي بس فيني روقك. يعني معك؟ طبعاً معي. يسلم لي أنت يا شيخ الشباب. على عيني، جيت هيك عندي شغلة. يلا مش مهم. شو؟ مش مهم. شو هي الشغلة؟ لا ما في شي. يا عمي انت اطلب وشوف، اذا بدك شلك جبل من محله تكرم. يا روحي انا شو بدي بالجبل، نحن بلا جبال مش خالصين. كنت بدي رقم فردوس، رحت على مكتب الحاج كريمي، كل شي حكيت معه ما كان يعطيني اياه، اصلا ما حبيت قله يا عمي انا الي مصاري مع هيدا الزلمة، لك الواحد مش وين ما كان في يحكي اللي عنده، لهيك قلت انه انت باعتبارك رفيق شغيل الحاج كريمي جيب لي الرقم منه بشي طريقة ممكنة. هيك بس؟ هاي هي، وبعد الظهريات روح انبسط وتذكرني هنيك. اخ منك انت، وينك؟ انا صحبي منيح مع ابن صانع الحاج كريمي مصطفى، دقيقتين رايح ورجع، انطرني انت هون. محسن دير بالك على المحل. استعجل يا خيي، لشو واقف عم تتفرج علي؟ روح بقى. مرحبا سيد حميد. مرحبا. ميت اهلا وسهلا. كيفك يا رستو؟ على عيني الله يخليك. صفائي موجود؟ ايه موجود، تفضل لفوق. رستو؟ نعم. دير بالك ما يجرحوا لي السياره. طمن بالك على الاخر. استعجل يا شاب، استعجل لشوف. ايه شو صار؟ بطل. ها؟ ايه؟ وينك؟ شو؟ ابقى تذكرني بعد الظهر. اكيد. مع السلامة. شو عملت يا عمي؟ حملت البضاعة ولا لا؟ تعال شوف. ليه ما سجلتن لهيدول؟ شو يا معلم شو صار؟ شو هيدا اللي حطيته بجيبتك؟ مين انت؟ انا اللي بقدر هلأ شدك من دينتك واخدك على المغفر. حضرة العقيد، النقيب، العميد، شو ما بدك، انا غلطان انه انا اخدت على الخفيف هيك، بس ماني مدمن. مين هيدا اللي عطاك البضاعة؟ انا هيدا من يومين تعرفت عليه، صدقني ما في بيني وبينه اي شيء. شو عن جد؟ في بالورقة اللي عطيته اياها؟ عود كان بده رقم لواحد له معه مصاري وانا جبت له اياه، هيدي هي القصه. رقم مين؟ الحاج فردوس. اذا منك مصدق هيدي دكانته كانت هون المسكين.
بحياة ولادك اتركني روح. ما كنت بدك تشوف السيد صفائي؟ تأخرت، راح شوفه بالبيت. غلامي، شو عم تعمل انت؟ هيدا الزلمة مشران كتير، بدك تمسكو راس الخيط؟ إذا بلاقي رقم تليفوني رح ينخرب بيتي. شو عم أعمل؟ أعطيني كارت تليفون. يا ابني محمد، تعب بسرعة قبل ما يصير في عشقة مشان ناخد تاكسي. حاضر، مشي. مين هيدا بهالوقت؟ نعم سيد فردوس، السلام عليكم معلم. أنا خدامك غلامي، عرفتني شي ولا لا؟ أنا اللي كنت بمكتب التفتيش، تذكرتني؟ كنت رح تخنقني. يوم قصة ابنك تذكرت شي ولا لا؟ قلي وينك؟ أنا متذكرك منيح يا واطي، هيدي أولاً، وكمان تانياً، وين ما بشوفك رح أخنقك، وين ما كنت تكون رح إلحقك على آخر الدنيا، لذلك من الأفضل إلك إنه ما أشوفك بأي وقت، إلا إذا كنت حابب تروح على جهنم. اسمعني، أنا كنت بس بدي أحكي معك دقيقتين. اسمع، إن شاء الله عمره ما يكون كلامك في أي خير بالنسبة لإلي أنا. انت خيرك ما في غير المصايب لإلي. بس سيد فردوس، هيدا مين؟ وبعدهم بيقولوا ليش العالم ما بيخدموا بعض؟ اذا بتخدمهم ما بيجيك الا المسبه والحكي الفاضي. بس مخك اشتغل مزبوط يا غلامي، لو كنت متصل من تليفوني كنت علقت اي علقه. ولو لو 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 شوفي، بالأول لزق لسانك بسقف حلقك ماشي، ولما بتطلعي صوتك من تمك فصل لسانك عن سقف حلقك هيك. ن ن قولي لا لا مش هيك، مرة تانية، ما في داعي تضغطي على حالك كل هالقد، طلعي علي. نا نا يلا قولي نا
شوفي اسمعيني، مثلا بدك تقولي لا. إذا شي ما بتحبي أو بضايقك ما تهزي راسك على الفاضي، فيك تقولي بسهولة كتير لا. يلا حاولي قولي لا، قولي. طيب ماشي ماشي خلص، ارتاحي انت شوي ومن بعدها منرجع منتمرن. مرحبا. اهلا يا استاذ. يا ست. اهلا وسهلا. ست موجودة؟ نعم موجودة فوق. يا ست؟ يا ست؟ نعم، ليش عم تصرخ؟ بدي احكي معك. شش، تعال هون. مرحبا يا ست. اهلا. شو عم يصير برا؟ بيي راح جاب اختصاصي لحتى يفك عقدة لسان اخته. رحت لعنده اليوم؟ رحت على السوق بس عرفت انه شوفت ابوكي ما في منها فايده. شو يعني ما في منها فايده؟ شفت غلامي بالسوق كان عم يدور على رقم تليفون حشمة فردوس ولقى الرقم كمان. هيدا بيعني انه هو منه من الناس اللي بيضيعوا وقتهم وبيقعدوا يتفرجوا. ويعني كمان ما بتقدر تسكر له ثمه. برأيي لا. فإذا نخفي له نفسه يعني كل شغلي بدي أقول لك إياها لازم أشرح لك معناتها؟ يعني الشي اللي فهمته. وبعدين دور لقي لحالك شقة شي 100 متر نظيفة. صار وقتها هلأ. نعم يا ست، هدا من لطفك. شوي شوي عم تبلش أسعار الناس تتوضح لي. كل شخص شقة 50 متر. شو عرفك أنت؟ ممكن تصير 150 أو 200 متر بسرعة. شو بعرفك؟ بعض الناس أغبية كتير، ما بيعرفوا أنه طالما لسانهم مربوط حياتهم بأمان. يعني بفهم من كلامك أنه أول ما عمتك تبلش تحكي أنا لازم وقت أدور على شقة 200 متر. إذا حكيت إيه؟ لأن عمتي بتعرف شغلات كتير ما بتقدر تحكيهم أبداً. بس إذا حكيت فعلاً لازم تاخد كل الأشياء اللي بتعرفها معها على القبر. من برم هيش كتان